يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا ومتابعينا وين ما كنتوا تتابعونا. يستمر مركز الرياضة واللياقة في اكسبو 2020 دبي بتقديم افضل الانشطة والخدمات الرياضية للزوار والمشاركين في هذا المعرض عبر تنظيم الكثير من الفعاليات الرياضية بوجود مدربين لكافة الاختصاصات من مختلف انحاء العالم. نعم رحاب ومشاهدينا، واليوم طبعا حبينا نستضيف أحد المدربين من زامبيا والمقيم في دبي واللي يقدم تمرينات رياضية في مختلف الأنشطة اللي تقوم في مركز الرياضة في إكسبو. نرحب معا بالسيد ستيفانوس فيليبو نائب مدير فريق اللياقة والرياضة في المركز الرياضي بإكسبو. أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا لدعوتي. حياك الله ويانا. طبعا بعد مرور 5 أشهر على هذا الحدث العالمي اكسبو 2020 دبي، كيف تقيمون المشاركات اللي صارت في مركز الرياضه اللي موجوده هنا في اكسبو؟ نحن منشغلون جدا، فنحن متاحون للموظفين في اكسبو ايضا، وهناك الكثير من الانشطه الرياضيه وقد كنا منشغلين جدا. أحيانا تكون هناك فعاليات في الصباح وبعد ذلك في الظهيرة والمساء. كان هناك مشاركة جيدة جدا. نحن اللي نعرف أنك أنت نائب مدير المركز ومن زامبيا ومقيم أيضا في دولة الإمارات، لكن حابين نعرف عنك أكثر. لقد ولدت في زامبيا ونشأت في زيمبابوي في أفريقيا، وكنت أركض كثيرا وكنت نشيطة جدا وأقوم بالتمارين الرياضية، وكان هناك جو جيد والمدارس تتيح الأنشطة الرياضية وخاصة الجري. لقد قمت بمشاركة في العديد من الماراثونات منها في دبي وباريس وغيرها، والآن أنا مدرب من أجل أن أساعد الناس على تحسين لياقتهم البدنية وأن يعيشوا حياة صحية وأكثر نشاطا، وهذا هو سبب قيامي بما أقوم به حاليا. جميل. يعني مجال الرياضة أنت فيه باع طويل وعندك الكثير من المشاركات المميزة، لكن أتوقع وجودك في أكسبو 2020 دبي يعتبر مشاركة مختلفة تضاف أكيد لمسيرتك الرياضية والمهنية. كلمنا عن أهمية مشاركتك في هذا الحدث. نعم، كانت فرصة رائعة للالتقاء بالكثير من الأشخاص ومساعدة أناس كثر، وكذلك المشاركة في الكثير من الأنشطة الرياضية. وأنا خلفيتي هي في مجال التمرين في الصالات الرياضية، ولكننا في المركز الرياضي اللياقة نقوم بالكثير من الأنشطة، وهناك مختلف الجنسيات التي تأتي إلينا وكلهم يأتون إلى إكسبو، ومن ثم يأتون للجري في الميدان أو لعب الكريكت أو استخدام صالة التمارين الرياضية إضافة إلى ركوب الدراجات وغيرها. كان أمرا ممتعا لنرى، وهو عمل ممتع، فالكل يحظى بالمتعة وتتحسن حالتهم البدنية بسبب التمارين المتواصلة بدل أن يكونوا في مكاتبهم. نعم، نحن في مساء إكسبو عندنا مشاركين عندكم في المركز الرياضي، الأستاذ محمود والأستاذ أياد يعطيكم العافية والتحية. يأشروا لي عليك أنك أنت مدرب ممتاز. ها؟ في شكوى عليكم؟ يا في شكوى عليه؟ نحن الحين بنسأل إذا في شكوى منه عليكم، أنتم ملتزمين ولا مش ملتزمين، كيف أموركم؟ طيب، إذا نتحدث عن يعني مجموعة اللي اشتركوا في النادي الرياضي من بداية إكسبو من 5 أشهر حتى الآن، كيف شفتوا انضمام المشاركين إلى المركز الرياضي، وإلى أي يعني مرحلة وصلتوا من يعني نقول استفادة المشاركين؟ في تغير مثل أستاذ محمود كان مستوى ضعيف؟ بالطبع، هناك من يأتي بانتظام على نحو يومي،
هناك الكثير من التحديات التي تحدث، وهناك بعض التحديات التي تتعلق بالدراجات من أجل توليد طاقة معينة، ونحن نحثهم على القيام بهذه التمارين، ونحس بأن لياقتهم تتحسن، وأنهم يأكلون بشكل أفضل، وأنهم ينامون بشكل أفضل، وتلاحظون الكثير من التحسن في حالتهم. هذه من الأمور التي يجب أن تقوموا بها بشكل منتظم ومعتاد، ويجب أن تواظبوا على التمارين الرياضية من أجل أن تحرزوا على نتائج ملحوظة فيما يتعلق بنقص الوزن أو تحسين الحالة الصحية واللياقة. هناك من يأتي مرة للاستمتاع ومن ثم لا يعودون ثانية، ولكننا نمنح الكثير من الأنشطة الرياضية، منها كرة السلة وكرة القدم وكرة الطائرة، وهناك أيضا هناك بعض التمارين التي تتعلق بالشطرنج وغيرها. هناك من يأتي لساعة واحدة ويمكنهم أن يتدربوا مع مدرب، ولكن هناك الكثير من الجلسات والصفوف الخاصة بالزومبا واليوغا وكذلك مخيم للأوزي، ويتمرن المشاركين التواصل مع غيرهم من أجل تحقيق الأهداف المشتركة. لقد جئت هنا منذ أكتوبر وهناك الكثير من التغييرات والكثير من المنفعة التي اكتسبوها، وهناك من يخطط لما بعد الأكسبو. حلو، يعني أنشطة رياضية كثيرة ومختلفة قدمتها أكيد لزوار أكسبو. أنا رح أختم معك بنفس السؤال اللي أنت سألته للأشخاص اللي يجون عندك في الجيم وتقول لهم شو بتسوون بعد أكسبو. أنت شو مشاريعك بعد أكسبو؟ شو خططك إن شاء الله في مجالك الرياضي والمهني؟ So my career plans are to stay in the industry. This is something I've done since مخططي هو أن أبقى في هذا المجال، فأنا تخرجت من المدرسة باعتباري مدرب للياقة البدنية وأود أن أقوم بذلك، وهذا ما سأقوم به. سأساعد الناس على التعافي من الإصابات وكذلك التمارين وتحسين لياقتهم البدنية. هناك الكثير مما يمكنكم القيام به من أجل تحسين عمليات التعافي وكذلك الأدوات التي تستخدم، وما سأقوم به هو مساعدة الناس سواء كانوا من العامة أو الرياضيين. هناك الكثير من الفرق الذين يأتون إلى مركزنا من أجل مباريات كرة القدم، وبذلك هناك من يحسن لياقته من خلال التمارين داخل المركز. نعم، يعني شكرا، يعطيك العافية. ونحن نقول يعني مدربين الرياضة يعني هم شبيهين بمهنة دكاترة الطب، أنتم تحافظون على صحة يعني أو تمدون من يشارك معكم بالصحة، وأتمنى لك التوفيق بإذن الله. شكرا لك. Yeah, definitely. We try to help people as much as we can. Thank you very much. شكرا جزيلا. إذن مشاهدين إحنا أكيد مستمرين معكم، بنطلع لهذا الفاصل القصير وردي لكم عشان نكمل باقي فقراتنا.